السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد، عيد أضحى مبارك سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. نتمنى الجميع يكون خير وعلى خير في أحسن حال. اليوم تاني عيد عندنا في سوريا وفي الدول العربية، وبالنسبة للمغرب اليوم أول أيام العيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله تعيدوه أعوام عديدة وينعاد عليكم الصحة والسلامة وبخير وجميع المتمنيات. مع كي تعرفوا في سوريا متنعيدوا شي ديك الشيء، قنطنا اليوم تاني عيد، قلنا نخرجوا نحيدوا ستريس ديال المرض ديال سميتو ونخرجوا، رغم ان الدنيا خاويه كاين شويه الناس، ولكن ما راه ما عاد دابا فين بغينا نمشيو للميدان، بغينا نمشيو للحمراء، مازال ما قررنا فين غادي نمشيو. نتمنى نمشيو للشارع الحمراء، ولكن هو تيبيعوا فيه الحوايج محشش يكونوا كاينين اليوم. المهم مازال ما عرفنا فين غادي نمشيو، حتى غادي نخرجوا نتوكلوا على الله وان شاء الله نشوفوا فين غادي نكونوا. خليكم معايا باش تشوفوا الفيديو، يعني تشوفوا الفيديو والفيديوهات اللي تنصور لكم كيف ديما. ما تنسوش تدعموني بلايك اشتراك وضغط على زر الجرس وبارطاج فضلا ولا امرا باش توصلوا بالفيديوهات اللي تنوصل لكم، تنصور في الشام وتنحطهم لكم. وشكرا شكرا لكم، نتمنى لكم فرجة ممتعة. وتشكر كل اللي تيدعمني، تنشكر الناس اللي تلتحقوا من الانستغرام تيتابعوني، تنشكرهم بزاف. في صراحة الله ديما تنبغي نشكرهم، تنصف الفيديوهات ديالي. وتشكر كل واحد، وشكرا لكل اخت عيدات عليا، صونوا عليا وصيفطوا عليا وعيدوا عليا، تنشكركم بزاف بزاف، شكرا لكم من القلب، فرحتوني بزاف، الله يفرحكم في الدنيا والاخره. شكرا شكرا لكم، ان شاء الله نخرجوا ونخليكم تشوفوا، باش نقلب الكاميرا باش نخليكم تشوفوا فين غادي نمشيو باذن الله تعالى. احنا دابا خرجنا، مازال ما عرفنا فين غيكون الاتجاه ديالنا. بحال كاين حالين هادو تيبيعو نكشي ديال المقصنات، حالين هادو حالين صحاب المكسرات اللوز سميتو فاتحين. بغا يمكن نمشيو لمقلة الشعلان، اليوم تاني عيد ما تيكونوش شحال اللون، ولكن غنشوف فين غنمشي بإذن الله تعالى. هادي تي سميتها ساحة المرجة، هنا في كانو تيعدمو شحال هادي تيعدمو من الناس. الناس كلهم جالسين في الجرا ديما، كاينش محتاج ما تيذبحوش الناس هنايا تيعيدوا ما والو، الناس جالسين. هلا شنو صار في المشكل؟ الناس كاينين بزاف، الباكسريه الناس تيخرجوا برات الشام. هذه الساحه ديال الحمام تيكون كلها حمام، كاين الصالح هاد لكن شويه الهواء برا، حنا الداخل عندنا الصوت بزاف. مو من هون؟ تعودت على نفس الطريق. مستحيل أبو اليوم تعودت. تعودت نمشي من بلاصة وحدة. إي والله إي والله. أنا جيت كثير أنا امبارح. انا جيت امبارح جيت 9 جيت 8 ونص كمان جيت. انا مش عارف خلاص.
هاد الجامع هذاك لهاد البنيه اكثر من 20 عام وهي ما يلا صوبوا دابا شي عامين تقريبا باش كملوا غير الجامع وخلاو هذيك يلا بداو فيها صوبوا لتحت هلا هاي شو اسمها كل المرجم اليوم الله هيك اكو اخر السفرين هي راحت ايام قبل الفطار كاين الشميشة هادي الأول البحصة مو حتى هاي هذا فندق عم الخيام شديرين فيه ديك التماثيل دير في التماثيل المصريين في الدبلة اوكي سيتي بسمع وقت ازاي في ابيه طلعت سؤال جانا طلعت قصه لا تصوري هون وزعت ايه هلا شو اسمه هذا المكان؟ هاي اسمه ساحة المرسى فيكتوريا تقريبا هي فيكتوريا ما له حل هلا المقطع مسد في الجهة هذه لو تمسد هذه الجهة وعليه هاد فيكتوريا تبع ال كان جات الملكة فيكتوريا لهنايا ما في اتفاق هنا ما بصير كاين شي محلات فاتحين وكاين شي الباقي سادين لان دابا الناس تيخدو عطلة في هاد الوقيتة هادي فاش ندوز جهة النخل تنفكر بحال رحنا في المغرب هاهي هاد المحلة فات كاين شي محلات فاتحين هاهي واش ندير لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله الوقت كاينين الناس اللي تيتمشاو ولكن اكثرية اكثرية الناس خارجين على الشام ما كاين برا الشام ما لا هنا صوت هنا يلا باش نخلي فيها غير 10 دقائق باش نصور لكم عاوتاني ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك ناري عييت بسرعه وضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا تشكركم بزاف وعيدكم مبارك سعيد تيكم تعودوا بالصحة والسلامة الله يحمى وتلا موتاكم ويشفي المرضى ومرضاكم يا الله الله يوحد كاين واحد دابا يحسبوا يهون بزاف الصراحة الله هذا هو الشيء هنايا جيت جوسن فيكتوريا دابا مازال ما قرر كنا باغيين نمشي عند لوسي في تاتسكو في الميدان ولكن لما ما مشيناش ان شاء الله غدا ان شاء الله نمشي كنا غنمشيو عند الميدان ولكن ما مشيناش عندنا جو زوين ومشى دابا غادي نسولكم في المقطع الاخرين لا
لايك شي داك وتقطع زر الجرس فتا نصير مرة باش يشوفكم الجديد تنزل لكم وتشكركم شكرا شكرا لكم من القلب. ليش ما بيعرفها؟ لا واو انا لايت صراحة الله مقاش صافي مقاش قادرة نتمشى لا اله الا الله صافي خرجت بغيت باش نصور شكرا شكرا لكم على الدعم ديالكم جزاكم الله خيرا غنقطع باش نصور لكم قطع عفوا